مستشفى الرمشي مجهز بأحدث الوسائل المتطورة، فهو الأول من نوعه على المستوى الوطني الذي يملك معدات طبية متطورة في مختلف الأقسام دون استثناء، من قسم الجراحة وقسم العظام والتوليد والمعاينة وأقسام أخرى تعتبر طبق الأصل عن أقسام المستشفيات. المؤسسة العمومية الاستشفائية بالرمشي وجدت في سنة 2014، وهي الآن حيز التشغيل. هي مكونة من 124 سرير، مقسمة على النحو التالي: 5 مصالح استشفائية، مصلحة للمخبر، مصلحة للأشعة، مجمع للجراحة مكون من 5 غرف، مجمع للولادة مكون من غرفتين. ومن بين الأقسام الأخرى مخبر تحاليل الدم، وهو مخبر مجهز بأحدث الوسائل المتاحة والتي تجعل المريض يشعر براحة تامة عند إجراء تحاليل طبية، بالإضافة إلى الأطباء الذين يسهرون على راحة المريض، كما يتم متابعة التحاليل بكل عناية ودقة. ومن أجل السير الحسن للمستشفى كل بمهامه ودوره الذي يسعى لإتمامه على أحسن وجه. قمنا بجولة تفقدية في أقسام المستشفى، وأكثر ما لقى انتباهنا دورات متكررة من الحين إلى الآخر لعمال النظافة الذين يسهرون على إعطاء أجمل صورة للمستشفى.